في شي خبر عن طه؟ والله ما بنعرف شي، رح اتصل بعاشي. تليفون عاشق خرب، اتصل بطاهر. نعم اخي. عاشق ما اتصلت ولا طمنتنا، شو وضع طاهر؟ ان شاء الله ما عليه اي خطر وهو بخير. طول بالك شوي وخليه يعرف يحكي. طاهر بغرفة العمليات هلا. ما في اي خطر على حياته، انا سألت الدكتور بس ما بنعرف شو رح يكون وضع ايده. شو عم تقول؟ ما في خطر على حياته. بس هو بالعمليات مشان ايده. اعطيني احكي. احكي مع سيدي. عاشق، امرك سيدي. بعد شوي انا والضابط اردام رح نجي لعندكم، لا تروح من عندك لحتى نوصل، واذا صار شي خبرنا فورا. تحت امرك. اذا ايده لطاهر بيصير له شي بينتهي، مسكين على هالنصيب. لا تتشائموا فورا، الحمد لله انه تجاوز مرحلة الخطر وايده رح تتحسن. طاهر قبضاي وقوي، بإذن ربنا ما رح يصير له شي ورح يتعافى. يلا امشوا على غرفة العمليات. أتاش؟ نعم. حكيت مع نازلي شي؟ اتصلت بس ما عم بترد، شو القصة؟ أنا اتصلت بسو وما ردت، قلت بلكي إذا حكيت مع نازلي بتعرف شي عنها. غريبة، معقول يكون صاير شي معهم؟ شو القصة؟ سيدي فضل الله اتصل بسو وما ردت، وانا اتصلت بنازي ما ردت كمان، خايف يكون صاير معهم شيء. اهدوا لا تخافوا، بجوز ما سمعوا التليفون، رح اتصل ببهار بركي هنن مع بعض. ما عم ترد. سيدي معقولة صاير معهم شيء؟ بلكي راحوا على السينما مثلا. بيعرفوا انه نحن بعملية، ما بعتقد يروحوا على السينما. بلكي تليفوناتهم على الصامت. كلياتهم اخي؟ يعني ما بعرف. هلا الضابط اردام بيتصل باختي جولار ومنشوف. ماشي سيدي، انا رح جرب كمان واتصل. تمام. عميرن؟ ما عم ترد؟ ما عم ترد يا اخي. خير ان شاء الله. يلا. يعطيك العافية. الله يعافيك ابني. كيفك؟ انا بخير وانت؟ الحمد لله. تعرف الدكتورة بهار يلي ساكنة هون؟ ايه طبعا بعرفها. اها شفتها اليوم شي؟ وليش عم تسألوا؟ انتو شرطة شي؟ لا نحن عساكر، منكون رفقات زوجة للدكتورة، عم يحاول يطمن عليها بس ما عم ترد. ان شاء الله خير. شو صاير معها؟ ان شاء الله كل خير. انت قلنا شفتها شي؟ لا والله ما شفتها. انا اجيت وصلت طلبية الصبح لهون بس هي ما كانت بالبيت، بس بالعادة بهالوقت بتكون بشغلة. طيب شكرا كتير إلك. مع السلامة. دق يلا. كأنه ما في صوت. ايه دق. ما في حدا. شو رأيك نخلعه؟ وليش لنخلعه؟ هو أعطانا المفتاح. مزبوط كلامه. يلا افتحه. الباب مقفول، معناته برات البيت. بقي هون؟ إذا كنتي بالبيت لا تخافي، أنا مجاهد. أساساً هي بتعرف أصواتنا. ما بعرف، معقول نايمة؟ طيب فوت دور عليها جوا. بهار. 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 شو وينها هي؟
ما في حدا بالبيت. غريب ونظيف كمان. بس إن شاء الله تكون بخير. طيب خلينا نشوف بيت العميد أردا. امشي. صوت نازل. بترجاكم ساعدونا اتركني. اقسم بالله رح اقتلكم كلكم. رح تدفعوا الثمن. يا حقير بعد عنك. لازم نستعجل. ساعدونا. اهدى شوي فضل الله. يمكن يكونوا عاملين نفخ. الله سوق 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 زدتوا سلاحكم بالأرض. زدتوا قبل ما أوصكم. خلينا نقوص عليهم سيدي. ما فيهم يعملوا شيء. لو كنت مكانك ما كنت رح أقول هالكلام. زدتوا السلاح. بعيد عني ساعدونا اذا في حدا يساعد.
إذا بيصير للبنات شي رح تدفع الثمن غالي، رح أدفنك بإيدي. عم تتقوى على النسوان كمان؟ يا أندال خدونا إلنا واتركوهن يروحوا، حلوا مشاكلكن معنا وإلا رح تندموا على اللي عملتوه. مبين إنكم كتير معصبين، مشان هيك أنا رح أشوف طلباتكم بنفسي. بما إنكم كتير معصبين يعني مثل ما توقعت بالضبط، هدول الشباب بيحبوا نسوانهم كتير لدرجة ممكن يفدوهم بروحهم. لا مشو مجانين. شو نعمل؟ سلوا فيهم شوي هلا، بس صوروا لي كل شي بدكم تعملوه مع هالمجانين، هالشي بيفيدنا. بس تخلصوا قتلوهم كلهم. ماشي معلم، رح ننفذ كلامك. تعرف شو أكتر شغلة بحبها بها الحياة؟ الخطة اللي بتمشي مثل عقرب الساعة. رح نشوف النسوان بعد شوي، خلينا نروح نسليهم شوي مشان ما يملوا. هو تسجل كل شي. وشي من هالزاوية ما بيطلع حلو، صورني من اليمين بطلع مثل الإيطاليين، أما من اليسار بطلع بشع كتير. طبعا لأنه منشبه أبطال الأفلام، لهيك لازم نطلع حلوين بالفيديو. شيلك من كل هالحكي، خليني أقول شغلي. شوفوهن قديش بشعين، أنتو ليش هيك بشعين لهالدرجة يا شباب؟ مظبوط، أهلكن بيقربوا بعض شي، أحكوا الحقيقة. ليك هاد على هالمنظر، لك حتى الأرض بتنزعج إذا دفنته فيها، طالع مثل. يمكن عرفت السبب، هيك قانون الشغل عنده، إذا مو بشع ما بيشغلوه. ليك هذا مثل الدب. ضحكوا ضحكوا، بس المهم مين فينا رح يضحك بالأخير. الدب بيصير أبشع لما بيضحك. فكولي هالحلو. مين؟ أنا؟ لا بتوقع عم يحكي عني. لا طولوا بالكن يا شباب، شو هالحكي؟ أكيد قصده علي. يلا أحكي، مو كان قصدك علي؟ لا قصدي اللي جنبك، ثالث واحد هالشب الحلاوة. أنا أحلى واحد فيه، مشان هيك فكوني. قصده علي. تعال أقلك فكني، أنا أحلى واحد. أيوة هلأ فهمت عليك، ما فكيتني لأنه وشي نحيف شوي ومبين بيضحك، مو هيك؟ بس معك حق، فتحي حلو وانت حلو كمان ومجاهد حلو، نحنا كلنا حلوين. وشك نحيف وبيضحك، مفكر حاله مثل مستر بيت تماما. ايه بأيام شبابي كنت مثله. وهلأ رح نشوف شطارتك بالقواص، خلينا نجرب، شو رأيك؟ سمعتوا شو قال؟ ما عارف ينقي غير فتحي، هاد أسوأ واحد فينا بالقواص. ايه عن جد صح الحكي؟ طيب رح أخلي الموضوع أسهل شوي.
سيك. مسدس أسري، لازم تعرف انتو جواته رصاصة واحدة. إذا حاولت تقوس الرصاصة على واحد فينا، الشباب رح يقوصوا عرفقاتك وأنا رح أوصك براسك، فهمت؟ هدفك علبة الدهان الأبيض. إذا ما صبت رح أقتل واحد منهم. صور هالمشهد رح نتسلى كتير. وهلا رح عد لثلاثة. واحد، اثنين. تعرف كثير لبق لك هاللون. هلا صار فينا ناديلك النمر الوردي. كيفه النمر الوردي؟ تأكدت انه اسوأ واحد بالقواص؟ صورته مو هيك؟ اذا التصوير مو واضح رح ازعل منك. هالمقطع حطه شارة البداية. بس انا قلت الهدف هو علبة الدهان الابيض. ايه بعرف، بس برأيك اللون الوردي مو طلع احلى؟ بس بما انك قدرت انه تصيبه بهالطريقة فانت واحد شاطر. لو كان في عندي بين رجالي ثلاثة مثلك، بس اقسم بالله لك انت عملت شغلات كتيرة. الاختبار كان سهل عليك، لهيك رح صعب الموضوع اكتر. استنى، انت يلي بالنص. ايه انا احلى واحد. شو ربحت؟ برات، غسالة، مكيف ولا طنجرة؟ ما حذرت، رح تربح رصاصة بنص راسك. انت بعده عنه. حاول انه تصيب علبة الدهان اللي فوق رفيقك لنشوف شطارتك. حطنا كلنا معه. ليش بعدته عنا يا ابن الكلب؟ لا تستعجل، استنى شوي، اطمن، جاي دورك. لا تاكل هم ابدا. انت عم تلعب معنا يا ولد. ادعي لربك ما نطلع عايشين، لأنه رح ألعب معك لعبة تتفاجأ فيها. الواضح أنك رح تموت على إيد رفيقك هلا. إذا في عندك شي فاحكيه. بدل ما استشهد على إيد أندال وقليلين كرامي مثلكم، رح استشهد على إيد رفيقي. رح تخليني يبكي كثير منيح. وأنتو كمان شوفوا رفيقكم لآخر مرة. واحد، حدا يقوس. إذا بدكن أوصل منموت كلنا مع بعض.
زدتوا سلاحكن، ما حدا يقوس. لك زدتوا سلاحكن، شو بدكن يانا نموت كلياتنا هون؟ زدتو؟ ما قلتلكن رح اقتلكن كلكن بإيدي؟ ما قلت هالحكي؟ متحمس لنفذ كلامي. فرجونا حالكم، رح نخلي هالمكان مقبرتكم. مفكرين رح نخليكم تطلعوا عايشين؟ تطلعوا شباب، لما أقول ثلاثة شو وضعكم شباب؟ حاسس حالي مروق كتير. فضل الله، أنا لساتني عم حمي. شباب، الغاز عم يعبي المكان، لازم نطلع بسرعة. تحملوا شوي، يلا هانت. مو الهيئة، مبين معنون زحمي. أخي، نحن لازم نخلص بسرعة حتى نعرف وين البنات. خلونا نخلص عليهم. استعدوا،
بلشوا. يلا والله أنا بلشت أتعب. تحمل شوي فضل الله. شكلنا ما رح نخلص. بعتوا رجال. جيبوا قد ما فيكم، جيبوا. أنا ما عندي مشكلة، هاي حصة تدريبية، أهلا وسهلا. تعال. تعال هون. لوين بدك تروح؟ تعال تعال عود هون. مجاهد اتركه، لازم نخليه يحكي. وين خطفتوا البنات؟ احكي قبل ما قتلك. شباب نحن لازم نطلع من هون قبل ما ينفجر الغاز بالمكان. مظبوط، لازم نطلع. ما فيكم تهربوا لمكان. انتبه. اي رصاصة بتطلع رح نموت كلنا. ها؟ ونموت شو يعني؟ اسمع، نحن ما بدنا شي غير البنات. اذا تركتكن ما رح تقربوا علي؟ ما فينا نوعدك بهالشغلة. مجاهد!